أنتم في الاستماع إلى إذاعة الديوان من صفاقس. ألو عاصمة، مساء النور سيدي. ألو عاصمة، مرحبا بك. مرحبا يا خويا، شنو حوالك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله، يعيشك. سهرناك شوية، سهرناك معنا. لا لا، مرحبا. يعيشك سيدي، يعيشك. باهي، حكينا الحكاية، حكينا الحكاية من أخوك وقف، علاش وقف وقداش عمره وشنو يعمل في الدنيا وكيفاش هو توا معناتها فاقد للبصر كما قلت في الكواليس. أي سيدي، بالنسبة لخويا مزجون على قضية حقها، عنده توا مزجون 19 سنة، عنده 9 سنين مزجون، تحكم ب 19 سنة. سامحني، جريمة شني؟ هو تعارك، هو مرته، جريمة قتل، قتل مرته. واضح. اللي هي بنت خالتي، ما أنا من الفاميليا، من دارنا. واضح. خلى لي 4 صغار ولاده، خلاهم في الابتدائي، معناها فما اللي يقرا في الاولى في الابتدائي سنه باك، وفما المدخل في المكتب السنه سنه ثامنه. هذوما انت 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 قاعده تربي فيهم يا سنور الدين هكا؟ اي، هذوما صغاري، صغار خويا، هما صغاري في كفالتي وفي كل شيء. واضح، ربي يعاونك فيهم. اي يعيشك سيدي. بالنسبه لخويا، بحكم المدة طويلة ما نزوروش، هو معناها كل أسبوع نمشوله في شهر مرة، نطل عليه خمسة جمعات مرة نطل عليه. مشيت له النهار 12/1 البرج الرومي باش نزوره، خاطر هو عنده تو 4 شهور تقريبا في برج الرومي، وكان قبل في حبس المادية. فوجئنا، مشيت معايا الوالدة وولده وخويا، فوجئنا بحالته ووضعيته الصحية، وبعينه يبكي ويعيط وعنده جاية. شنو الحكاية؟ قال راهو فما ضابط في السجون جاب زوز عوان عنفوني، حتى لين معنا طيحوا اللوطة وقعدوا يرفزوا فيه داك اللحذية نتاعهم، هذاك البردكا ما يسموه، لين في القولو عينو اللي صارخ، معناها تعدمت كومبليتمون. وعلاش معناتها عذبوه التعذيب هذايا؟ شنو السبب اللي كان؟ والله هو بيدو مش فاهم الضابط هذايا شنو حكايته معاه. قال لك يقص عليا معناها الدواء، استعمال الدواء، ما يعطيش دواء، هو عنده السكر وكان يستعمل في الانسولين قبل ما يدخل الحبس، بعد ما نعرفش بدلوا له حرابش ولا يزرق، هذه ما نعرفهاش. ده قال كان يقص عليا الدواء بالنهارين بالثلاثه، ما نخش الدواء، نبدا نعيط، يولي يحطوا في السجل الانفرادي في السيلون. فيامات البرد اللي فاتوا ذوكم، قال لك حطني في السجن الانفرادي ويحطني بلاش كوفيرتا من 8 نتاع الصباح ل 8 نتاع الليل. قعد نهار 27، نهار 28 طلب منهم، قالوا له جيبوا لي النقيب الفلاني هذا الضابط. اي حاسيلو، جاء الضابط جاب معاه زوز عوان، قال له خويا، طلب منه على كلام خويا، هذا هو خويا اللي حكى لي، طلب من الضابط قال له انا شنو اللي عملته لك، انا كبير عمري 46 سنه وما عادش نتحمل التعذيب هذا والعقوبات هذه، وما غير سبب، معناه انا قاعد نتعاقب كيما هكا اخويا، انا ما عادش نستحمل السيلون وهالبرد هذا. قال لك انا ما زلت نتحدث معاه، والزوز عوان اللي جابهم الضابط واحد منهم ضربوا طيحوا وبدو يرفسوا فيه لين في القولو عينو، هذا نهار 28 ديسمبر. 28 ديسمبر، ايه 28 ديسمبر حولوه للمستشفى بنزرت، من المستشفى بنزرت عدوه لقسم العيون طب سبيطار رابطة تونس، اجرت له عملية نهار 29. صرحت له الطبيبة اللي عملت له العملية، قالت له بالنسبة لعينك هذيك معناها تعدمت كومبليتمون وما عادش تشغل، تنجم ترجع تشوف بها لين تموت، بقى فما حاجة برك نجم نحاولوا، انت عندك برشا دم وعندك نزيف الداخل فيها، تشرب برشا ماء وتعمل التريتمون باش نعطيهولك وترجع لي لدوز ان، ترجع لي نهار 12 جانفي. جانفي برجع
عند باش يرجعوك رونديفو. هو نهار نهار 9 رجعوه للحبس البرج الرومي 9 جافي. ما هو كان في الرابطة ويحطوا فيه في السجن ذاك الموجود في الرابطة. بعد نهار 9 رجعوه البرج الرومي. نهار 12 احنا كمشينا ما هزوشوا للزيارة، ما هزوشوا على اساس باش يمشي. مشينا احنا زرناه بالصدفة لقيناه موجود وهما ما هزوشوا للرونديفو، ما هزوش الكونترول، ما رجعوش الكونترول. هاي هكا وليت انا كي شفت حالته ووضعيته هكاكا طلبت مقابلة مدير السجن. كي هزوني باش قابل مدير السجن هزوني قابلوني بالسيد الرابط هذايا اللي هو بيدو اللي قام بالعملي. شنو قال لك؟ كيفاش حكيت معاه؟ كي حكيت معاه لقيتو معناها استقبلني قال لي خويا راهو خوك ضرب راسه على الحيط. قلت له سيد الرابط هذايا ماهوش كلام باش يضرب راسه على الحيط، وحتى كان ضرب راسه هون نضرب راسي كيفاش عيني تطلع؟ انا واحد يضرب راسه على الحيط تضرب جبينه خشمه فمه شنو عينه تطلع؟ قلت له الحاسيل الكلام هذا بيناتنا عداله واحنا ثقتنا في العداله كبيره تو ناخذ حقنا. فماش امكانيه انت تعطيني اسامي الناس اللي قاموا بالاعتداء هذا؟ قال لي امشي للدار العامه يعطوك دار العامه للسجون. الاعتداء اللي صار على اخوك هو معترف بالاعتداء ولا قال لك ضرب راسه وكهو؟ هو قال لي ضرب راسه في هذا في البارول كي بديت نحكي معاه. من بعد كي قلت له اعطيني الاسامي قال لك امشي للدار امور منظمه حتى. كي قلت له اعطيني الاسامي قال لي امشي للدار. قلت له انا تو الموضوع هذا تو العداله تاخذ لي حق خويا امانه وموادو علاش الدم يجري من عينه وعينه باش تخمر وهابطه معناها مخلط دم وماده من عينه ويموت في السجن علاش هزوا للرونديفو؟ علاش ما مشاش للرونديفو؟ اش قال لك كي قلت له هكاك؟ علاش ما عطيتوش التريتمون نتاعو اللي عطته له الطبيبه باش يستعملوا المده ذي؟ شنو كان يقول لك يا سي نور الدين؟ اي قال طلب قال جيبوا لي الطبيبه نتاع السجن. جات الطبيبه نتاع السجن. اي كي جات الطبيبه قال لها السيد المضروب في عينه فلان الفلاني هذا اشبيه ما عنده لوم رونديفو. اش كانت تجاوب الطبيبه حرفين قالت لي لا راهو مش موجود عندنا هذا راهو في الرابطه في السبيطار في قسم العيون. قلت لها دكتور الراجل من لونوف هنا جبتوه وانا كنت نزور في خويا تو كنت بحذاه وانت تقولي لي الكلام هذايا مش معقول. جاوبت حرفين قالت انا الدوسي ما وصلنيش نتاعو اللي جا بيه من الرب. انتم بعد الحكايه هذه انا قدمت السيد هذايا الرب. اي بعد ما صارت الحكايه هذه كلها توا قدمت قضيه في الغرض هذا ولا كيفاش؟ اي نكمل لك شوي هذه مع الطبيبه ونتعدوا. كمل مع الطبيبه. به الضابط طلب مستشفى الرابطه قال لهم الدوسي نتاع السجين فلان الفلاني شبيه ما جاش. قالوا له لا بعثناه مرفق مع السجين الدوسي. عيط للساق نتاع لومبيلونس قال له تشوف لي تخلق لي الدوسي نتاع السيده ذي. مشى غاب حوالي 4 ساعه ورجع قال له راني لقيت الدوسي. قال لي مالا تو تولي الطبيبه تشوف الدوسي وتشوف كان عنده تريتمون دواء تعطيه له وناخذ له رونديفو في مره اخرى. اما معناها حاجه تقعد بيناتنا هذا هو الشيء يقول والله احنا اللي اعتدى عليه من الدورة جدد من الناس هذوما اللي دخلوا في الثورة وإحنا وقفناه وخدينا له الكارت سيرفيس نتاعه وسلاحه وقلنا له موقوف وعلمنا وكيل الجمهورية وعلمنا الإدارة العامة وخوك تو ياخذ حقه. هذا الضابط اش يحكي لي به أما أنت ماذا بيك ما غير ما تعمل محامين وتبقى تخسر في الفلوس امشي للدارة تاخذ لك حقوك. شو الدارة العامة للسجون. انتوما قدمتوا
قضية هكا ولا سي مرجي؟ مشيت قدمت قضية في الغرض للسيد وكيل الجمهورية وهزها المحامي نتاعي ومتاع خويا ومشى قابل للسيد وكيل الجمهورية وهزها للفرقة الأبحاث العدلية بنزرت. هاي وعايتوا لي الفرقة بحثوني وباش يجيبوا خويا يتبحث والأبحاث جارية في الموضوع. البحث جاري اي؟ جاري. احنا نطالبوا بحق خويا ماذا ينفي حد شيء واللي يكشف عليه البحث الضابط هذا ومن معه به. احنا من سينور الدين الأستاذ الأستاذ يحب سي بسام جرب يحب يسألك سؤال. تفضل سي بسام. عسلام يا أخوي. مرحبا. حبيت نسألك بالنسبة لتوا مع أخوك مازال قابع في نفس السجن في ما مطلب مازال في نفس معناتها رغم اللي الحادثة معناتها وقعت ببرج الرومي معناتها مازال موجود متواجد بنفس السجن مازال بنفس السجن ونفس السجن ونفس الوضعية خطر عاودت رجعت له أنا من نجم نزوره كان نهار الاثنين رجعت له نهار 19 أنا كخرجت من عنده نهار الاثنين قمت بالقضية على الطريقة العدلية مشيت له كل جمهورية وبعدها زيدناها الفرقة العدلية ومشيت بالله النوه بالشكر للرابطة الوطنية حقوق الإنسان والجهوية ببنزر والفرع الجهوي ببنزر هذوما والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب. أنا مشيت اتصلت بالهيئة المديرة في رابط حقوق الإنسان الوطنية وكلفوا لي محامي والجمعية نفس الوضعية كيف كيف اتصلت بهم وكلفوا محامي ورجعت له أنا 19 رجعت زرت خويا لقيته في نفس لا هزوه الموعد لا اخذوا له موعد جديد باش يهزوه ويعطوا فيه في مسكن أوجاع واش يقول له على لسان خويا انا ما الفرم اللي يعطيه المسكن لو جاء قال له برجو ليا راهو التقرير اللي جاء معاك من الرابطه تاع الطبيبه اللي عملت لك العمليه راهو ضاع مش موجود في الدوسي معناها احنا ما نعرفوش مواعيدك وقتاش وما نعرفوش دواك شنو انا راني نعطي فيك في مسكن او جاء هذا على لسان خويا الفرم باهي بدون الملف وما يتمش اعاده عرضه على اعادته للمستشفى الرابطه والله احنا طلبنا منهم وطلبت انا ما حتى قمت بمطلب كتابي معناتها في الغرض لا طلبت شفاهي ما قمتش بمطلب كتابي اما في الشكايه طلبت التعجيل بمداوات خويا وعرضه على طبيب شرعي عرضوا الوقوف على أسباب الضرر اللي صار للعين معناتها النيابة العمومية تحركت شي معناتها في اليومين والله النيابة بعثت للبحث الفوري والفرقة العدلية سمعوني نهار 19 عيطولي سمعوني في الموضوع وإن شاء الله معناها إذا كان غدوة باش يجيبوش خويا باش يسمعوه هو كما تضرر انا اهم حاجه ان انا في رايي معناتها المتواضع معناتها انه يتم ارجاع المستشفى الرابطه لاتمام علاجه اهم حاجه ثم نقول حاجه العداله احنا ثقتنا في العداله كبيره معناتها في اقرب الاجل معناتها العينين قريبه ياسر المخ قريبه ياسر معناتها ممكن الاضرار تنتقل تتجاوز العين اللي الله غالب معناتها توا ضرت فهمت وانو اهم حاجه ننقذوا الشخص هذايا ثم نبحثوا في الاسباب والمسببات شكرا لك سينور الدين يعيشك وان شاء الله القانون يا رب ينصف الحق شكرا لك في الامان يعيشك ان شاء الله كل من يسمعنا من احرار تونس ومن الناس اللي تهمهم عداله تونس ياخذوا حق خويا ما ان شاء الله ربي رب ينصف الحق ان شاء الله يعيشك شكرا لك في الامان يعيشك استاذ عايشتي ايوه تعليقك
الحوادث هذه معناتها توا ممكن في الاسبوع هذا سمعت حالتين او ثلاثه. انا سمعت اكثر يعني في سيرتو في الباجات فيسبوك اللي قاعده تهبط. عندنا مده ما اختفيت الحالات هذه توا نعرفش معناتها صدفه او فما ايادي تحرك في الحوايج هذه معناتها هذا. وكما نقولوا احنا نرجع ونقولوا اللي توا العهده على من قال معناتها ديما يتحملوا مسؤوليته. بنعاود نفكر الناس الكل الاشخاص معناتها ديما دقيقه برك استاذ احنا ديما ننقلوا الكلام هذا على حسب ما قالوا الخو سينور الدين. نحب نقول حاجه اخرى, احنا اتصلنا بالجمعيه استاذ, ثم جمعيه اللي ضد تعذيب في السجون اتصلنا بها وحكينا معها واكدوا لي انه هما يعملوا البحث نتاعهم, قالوا لي انه الدوسي صحيح وعندنا الدوسي كامل باسم السيد هذاك. وديما نحكيوا على ما قالوا هما وديما يتحملوا مسؤوليتهم في كل كلمه يقولوها. انا بطريقه اوضح معناتها الحالات هذه معناتها تعترضنا مثلا انه حالات كيف هذه, فما حالات اللي تكون صادقه بصحيح انه تم التعذيب كيما نقولوا حتى في رجال الامن فما ناس شرفاء فما أكيد ناس ينفعلوا او يتصرفوا بطريقه غير لائقه ويتم مثلا اعتداء على المسجون او وهناك حالات انه متهمين او مجرمين يفتعلوا الاحداث هذه لي احداث ضجه او لغايات اخرى. احنا الحاجه اللي نقولوها ربي نور الحق ان شاء الله الحاجه اللي نحبوا نوصلها ان شاء الله ما عادش نراو حاجات كي هكاك خاصه بعد ثوره بعد ثلاث سنوات. هو السجين معناتها السجين في القانون التونسي معناتها محمي والحرمه الجسديه محميه معناتها المفروض انه رجال الامن هم اللي ينفذوا القانون معناتها هم اللي يطبقوا القانون هذايا ويلتزموا معناتها وتوفير مثلا المراقبة الصحية والأكل والشرب ولوازم الحياة هي للسجين معناتها واجبة معناتها. وإذا فما مخالفات يتم تتبعها والشخص المعني بالأمر واللي يقوم بمخالفة القانون سواء كان حتى أمني معناتها يتم تتبعه والقضاء ياخذ مجرى. هذا اللي نطمحوا له ان شاء الله القانون ياخذ مجرى والحق ان شاء الله يظهر سواء كان للطرف هذا ولا للطرف الاخر. هذه ثلاثة حالات عديناها اليوم, مش عارف انا تقريبا مازالوا 10 دقائق مثلا هنا نورمالمون ان ناخذ حاله اخرى ما ناخذوش مش ناخذوا حاله اخرى ما تسالش محمد بعد نغم.